هو الشتاء والامساك. ناس كتير قوي برضو تشتكي احنا بيجيلنا امساك وخصوصا في فترة الشتاء عشان قلة المية. خلوا بالكم دايما في الشتاء بنلاقي نفسنا مش بنعطش زي الصيف، بنلاقي نفسنا بناكل فاكهة اقل، بنشرب مية اقل، فكل ده والسلطات برضو مش بنروح لها قوي زي في الصيف. مهم نركز دايما شرب المية ما ننساهوش، ونحاول دايما يكون في أكلنا في ألياف. الألياف اللي هي عبارة عن السلطة والفاكهة وإيه كمان الشوفان، واللي أليافه عالية جدا جدا ويناسب قوي في الشتاء الكاكاو. الكاكاو الخام تحفة، أكبر وأعلى نسبة ألياف موجودة في الكاكاو الخام. فاعملوا هوت شوكليت كده دايت جميل كل يوم بالليل، واشربوا بقى، ركزوا في شرب المية، وبالنهار شوفان، هيبقى الدنيا تمام معاكم. لكن لو كلتوا الحاجات دي أو شربتوا الحاجات دي من غير مية هتسبب إمساك أكتر، تمام؟ فضروري يا جماعة، حتى لو مية مش لازم تكون ساقعة، ممكن تكون فترة، وممكن تكونوا منكهينها بشوية حاجات، مرة شرايح برتقان، مرة شرايح ليمون، مرة تحطوا عيدان حتة الجنزبيل، أو كمان عيدان القرفة بتكون حلوة جدا للشتاء، تمام؟ عيدان القرفة مع البرتقان برضو بتكون حلوة جدا، ممكن قرنفل، يعني نكهوا في مية دافية اللي انتوا حابينه، بس المهم ان يبقى قدامكم الإزازة طول النهار وتشربوا منها، تمام؟ دي نصيحتي النهاردة. نروح بقى نجاوب على الأسئلة، يلا بينا. أول سؤال، لو سمحتي أنا برضع، ينفع أخد زبادي بالليمون ولا غلط؟ ينفع طبعا، إيه المشكلة؟ الزبادي كله كالسيوم وبروتين، والفيتامين سي اللي في الليمون بيساعد على امتصاص دوت، فده بيعلي جدا إنتاج اللبن بشكل حلو. وبرضه نتأكد النهاردة من الدكاترة لما يكونوا موجودين إن شاء الله. السؤال اللي بعده، عادي خبز شوفان مع دقيق شعير؟ أنا الصبح بشرب حليب متوسط الدسم مع 3 معالق صغيرة شوفان، يعني ينفع ولا لا؟ مفيش مشكلة لو انتي بتاخدي كميات قليلة. دقيق الشعير من الدقيق الحلو، ولكن طبعا الشوفان بنصح بيه اكتر عشان بيرفعش سكر الدم معانا. دي الشعير لو كامل برضو حلو، لكن في جلوتين فاحنا ما نكترش، بس تبقى النسبة قليلة مفيش اي مشكلة خالص. نشوف السؤال اللي بعده، هو في يوم فري مع الصيام المتقطع ولا لا؟ وجزاك الله خيرا وبارك الله، شكرا. في يوم الفري مع الصيام المتقطع مفيش مشكلة، بالعكس احنا لما احنا بنعود جسمنا على حاجة معينة، يعني احنا دلوقتي كل يوم بنعمل 7 خطوات والصيام متقطع، او بنعمل صيام متقطع فقط، الجسم بيتعود انا كل يوم باكل في المواعيد دي ما باكلش في المواعيد، فبيبتدي خلاص يتعود على النظام وما يحرقش في الاوقات اللي ايه اللي ما ناكلش فيها. فلا، الاحسن طبعا لازم اي نظام نعمله نكسره بيوم فري علشان نلخبط الجسم فيبتدي يحرق احسن. معانا سؤال كمان ولا هنروح الفاصل؟ ها طيب، شوف السؤال اللي بعده، نشوف السؤال اللي بعده. اخر سؤال، تالي عادي اكل محشي في الدايت برز قليل وخضره كتير، رز قليل جدا ممكن في الصباع الواحد نص معلقه صغيره. طبعا كميه الرز هتفرق معانا، لان الرز الابيض من الحاجات اللي بترفع سكر الدم، فاحنا لو اكلنا رز قليل جدا وخضره اكتر، وبالذات لو احنا مثلا عاملين المحشي قليل الدسم ونسبة الخضرة كتير، لأن المحشي نفسه عبارة عن خضرة، احنا معانا مثلا لو محشي ورق عنب ولا كرنب ما هو دي خضرة، وكمان محشية خضرة كتير، فاحنا كده قللنا جدا من نسبة الرز، مفيش مشكلة وكلنا كام صباع. ولكن لو عملتي بقى مكان الرز مثلا كينوا بيبقى أحسن وأحسن وأحسن، وزودي معاه شوية لحمة مفرومة كمان تبقى حلوة جدا، تمام؟ فكل ما أو البرغل، ممكن شوية برغل، وناس كتير جربته بالطريقة دي وشكرت فيه لانه بيشبع اكتر، وفي نفس الوقت مش بيعلي سكر الدم ومش بيتخن. فيعني بس طبعا كل حاجه كميات، يعني مش اللي انا بقوله ده نروح ناكل حله بحالها، لا، ناكل كميات صغيره.